الفراولة يا جماعة مسكرة جدا، يمكن أحلى فراولة أكلتها في حياتي. الله. واكتشفوا معايا النهاردة أجواء مهرجان الفراولة في تركيا. دلوقتي في ريحة قوية جدا، ريحة الكفتة. لأني أجنبي فبيضيفوني بيه الكفتة. بشكل سنوي بيتم تنظيم مهرجان الفراولة في إزمير، عادة بيكون خلال شهر مايو من كل عام. مكان المهرجان بالتحديد في منطقة ريفية في إزمير اسمها إمير عالم، حرفيا أحلى وألذ فراولة ممكن تاكلها في تركيا موجودة في إزمير. ويا صباح الفل من قلب الريف في تركيا. بحاول خلال الفترة الأخيرة أنقل لكم أجواء وأماكن ومدن مختلفة في تركيا. النهاردة أنا موجود في مهرجان مخصص للفراولة في مدينة إزمير. باللغة التركية تشيلك يعني فراولة. بعتذر طبعا لو الأصوات مزعجة حواليا. المكان زحمة جدا زي ما انتم شايفين. خلينا وانا بتمشى كده هنقل لكم الاجواء عاملة ازاي في الفيستيفال او المهرجان هنا. ده ما اعرفش اسمه ايه. بونة؟ الجنار. الجنار. يمك ما؟ ده بيعملوه باللحمة. الجنار. انا اول مره اشوف المنتج ده. 21 ليرة. هنا بيعملوا الكفته. ريحه الاكل في كل مكان، بس انا عاوز ادخل واوصل للناس اللي بتبيع الفراوله جوه. زحمه رهيبه يعني، الاف من الزوار موجودين في الفيستيفال. عامه خليني استكمل معاكم كده واحاول انقل لكم الاجواء من قلب المهرجان، مهرجان الفراوله في تركيا في مدينه ازمير. هنا الذره المسلوق، هنا منتجات مختلفه من الريف، البوريك، ده اللي اصهر معاه العنب او محشي ورق العنب. خلينا نشوف كمان الفراوله. تمام ده. خليني اجرب معاكم الفراوله. حلوه جدا. بخلاف الفراوله يعني في مختلف انواع الفواكه. انا بحب جدا القرز هنا في تركيا. المشمش كمان بيكون طعمه حلو جدا. الفراوله زي ما انتم شايفين. كل سنه كذا 6 ليرة، ب 80 ليره للكيلو. هنا التوت كمان، التوت اصلا موجود على الشجر في الشوارع هنا، لكن انا اكيد هشتري كيلو فراوله وانا مروح ب 80 ليره. اعتقد اغلى شويه من السوبر ماركت، لكن يستاهل بصراحه، طعم جميل. هنا الجوزلمه مروه. الاكله دي كنت جربتها في احد الفيديوهات الموجوده على القناه، اكيد اللي متابعني عرفها خلاص. الجوزلمه شوفوا حاجة كده زي الفطير، بيكون رقيق جدا والحشو بتاعها بيكون جبنة، سبانخ، لحم مفروم. الفراولة حرفيا يا جماعة في كل مكان وانتوا بتتمشوا. بعتذر مرة تانية في أصوات مزيكا عالية شوية، لكن هي دي أجواء الحياة في الريف في تركيا.
في شاورما كمان. كلها جارسون. تقريبا السعر واحد في اغلب المحلات، 80 ليرة للكيلو، 80 ليرة. ازمير من المدن المعروفة جدا في تركيا بزراعة الفواكه، وبشكل عام الفاكهة في تركيا فعلا تحديد فاكهة الصيف بتكون مميزة جدا. انا بحب هنا المشمش، الخوخ، الفراولة، البطيخ، يعني من الفواكه اللي انصحكم تجربوها خلال زيارتكم في تركيا. حتى لو شايفين حواليا الشجر كله عبارة عن هنا شجر توت، شوفوا اصلا خلاص الشجرة التوت بيقع وانا بتمشى هاكلها، اعتقد ان شاء الله تكون نظيفة. الهواء بيوقع الفاكهة دي، شجر التوت اعتقد واضح يعني امامكم. في توت خلاص استوى دلوقتي، في ريحة قوية جدا، ريحة الكفتة، سندوتشات الكفتة اللي بيعملوها. واو مرحبا كلا جالسن بو هانجي كفتة عدنة إزمير، إزمير كفتة سي أصاب كفتة دانا إتما دانا 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 بابا دانا ben yabancıyım. Ha? Yabancıyım. Nerelisin? Mısır. Mısır. Ha. Mısırlıyım. Sana gittik Türkiye'ye bir çöp temizlik. Mısır efendim. Oo. خليني اجرب معاكم الكفته. طبعا يا جماعه لاني اجنبي فبيضيفوني بيه الكفته. حلوه جدا. انا بصراحة اول مرة اجي الجزء ده من ازمير، لكن فعلا الاجواء اكثر من رائعة، كل شيء تتخيلوه بيتباع هنا، اكلات بقى الكفتة، المشويات، المخبوزات التركية المشهورة، بخلاف الفواكه. ان شاء الله هسيب لكم في الوصف تحت الفيديو موقع المنطقة، لكن هي طبعا مش منطقة سياحية، يعني اعتقد 99% من الناس اللي موجودين هنا في المهرجان هم من اهل ازمير، من ممكن مدن مجاوره زي منيسة. شوفوا هنا في المنطقه كل المحلات تقريبا مرسوم عليها الفراوله او اسمها تشيلاك، ده هو فراوله يعني باللغه التركيه. الفراوله في كل مكان هنا في المنطقه. شوفوا هنا حتى الماجنتس عاملينها على شكل الفراوله. على الرغم من الزحمه الكبيره الموجوده هنا في المهرجان، لكن فعلا اجواء ممتعه جدا. يمكن الزحمه كانت بس في المدخل، بعد كده في الشارع الرئيسي نفسه الحركه بقت سهله شويه. لكن زي ما شايفين حواليا يعني منتجات الريف في كل مكان. هنا الكرز، الكرز يا جماعه من احلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها وتجربوها في تركيا، بحبه جدا، فاكهتي المفضله في الصيف تقريبا. الكيلو ب 60 ليره. ودلوقتي قبل ما اروح حابب اشتري كيلو فراوله كده اخده معايا. بالنسبه للسعر تقريبا في كل الاماكن 80 ليره، واكيد متفقين على سعر واحد. ريحه الفراوله يا جماعه قويه جدا. دي كيلو على خليني اخد كيلو من الفراولة هنا.
واشتريت كيلو فراولة، لكن تقريبا كلت نص الكيلو وانا بتمشى في الطريق. الفراولة يا جماعة مسكرة جدا، يمكن احلى فراولة اكلتها في حياتي. الله، مسكرة جدا بصراحة. احلى حاجة عملتها النهاردة اني جيت الفستيفال او المهرجان عشان ادوق الفراولة دي. ودلوقتي حابب استكمل معاكم جولتي في شوارع واسواق منطقه امير عالم في منامان ازمير. بما اني اول مره اجي المنطقه هنا فحابب اسجل اللحظات دي. لكن شوفوا المنتجات هنا كلها منتجات الريف. هنا الاواني اللي بيستخدموها في الطهي، منتجات الريف اجمل حاجه ممكن تشتروها هنا في تركيا بصراحه، حس الاسعار ونحس الجوده كمان. بالنسبة للأكل والخضار والفاكهة وكده الطعم بيكون مميز جدا. شوفوا هنا أيضا دي كلها منتجات أهل القرية. شوفوا هنا الحاج بيبيع توم فلفل أحمر، ده شكله مولع نار الفلفل ده، 50 ليرة. الميزة الأسعار مكتوبة على كل المنتجات، انواع مختلفه من البهارات، الكمون، هنا الصلصه، جاي من غازي انتب. صلصه انتب ده ايضا نوع من الحلويات المشهوره في تركيا. وانا بتمشى هنا في واحد بتاع ايس كريم، الناس عليه زحمه ما شاء الله، قاعد يلعب مع الاطفال. وهنا هتكون نهاية فيديو النهاردة ونهاية جولتي في مهرجان الفراولة هنا في تركيا في مدينة إزمير. أتمنى إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم وتكونوا اكتشفتوا معايا أجواء وجانب جديد عن الحياة في تركيا. وأتمنى ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتدعمني خلال الفترة الجاية حيث أكتشف معاكم أماكن جديدة في تركيا. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ممكن تسيبها في التعليقات. وشكرا جزيلا على المتابعة.